حصريا على تين تايم. ساندرا وليكي من الشرطة القضائية. الجثث انحطت هون بهاي الليلة. بس مين ممكن يساوي مثل هيك شغلة بشعة؟ احنا دفناها من 3 أيام. هاي الصورة أخذوها من البيت بالتريبورت، ويجوز يكون في حدا صاير بيني وبينه شي بالماضي وبده يوصل لي رسالة. هاي الرسالة شو هدفه منها؟